مرحبا، نحن بالإطلاق الإقليمي لشيفروليه تاهو. بالبداية بنعمل جولة صغيرة حول تصميم شيفروليه تاهو بجيل الأحدث. أكثر شيء ملفت للنظر هو إذا بدكم المزيج بين الإطلالة المهيبة على الطريق واللمسات الناعمة اللي بتعطي أناقة بالسيارة. اللمسات الناعمة هي إذا بتلاحظوا نقطة التقاء الواجهة الأمامية أو إذا بدكم شبكة التهوية الأمامية اللي بتحتل أكثر من 80% من مقدمة السيارة مع غطاء المحرك خاصة بهالنقطة هون، بتعطي لمسة ناعمة للسيارة. تصميم بتحسه شوي مستوحى إذا بدكم من النصر، من وجه النصر. هالشي بيلتقى مع مقدمة هجومية، يعني تزاوج بين النعومة بالقسم الأعلى من المقدمة والإطلالة الهجومية على الطريق، واللي عمادها طبعا شبكة تهوية الضخمة يلي كمان بتحتوي أو الجسم بيتداخل معه بتصميم مميز لشيفروليه بالسنوات الأخيرة. وهذا شيء بخلي كمان أنه المصابيح الإنارة الأمامية والإنارة النهارية هون لما بتشوف السيارة بالليل بتعرفوا أنه هذا شيفروليه، وبتعرفوا أنه هذا الفئة الأعلى من شيفروليه تاهو. أما بالنسبة للخطوط الجانبية فهي كمان بتتميز ب بساطتها وقدرتها او ايحائها انه السياره طويله، كمان خطوط مستويه. هذا الشيء بيعطي كمان بعزز مستويات الهيبه والحضور القوي لتاهو على الطريق. تصميم بيتحول من هجومي ناعم بالامام لصندوقي اذا بدكم شوي على القسم الجانبي. اما من الخلف سيطره للخطوط الكلاسيكيه على شيفروليه تاهو، هالشيء بيتقاطع معه التصميم العصري جدا للمصابيح توقف الخلفيه اللي كمان مميزه بتطعيمات من الكروم وعليها شعار شيفروليه، اكيد تحمل شعار شيفروليه بكل فخر. اما من الداخل فاكيد مستويات الرحابه موجوده، سياره مصممه لتكون عمليه للعائله كلها. شاشات كمان لنظام الترفيه خاصة للأولاد يكونوا مرتاحين بالمقاعد الخلفية. نحن الفئة اللي عم نجربها هون أو اللي بنحكي عنها هون مجهزة بالمقعد صف المقاعد الخلفي الكامل. هذه السيارة ممكن تطلب كمان مع صف مقاعد كابتن تشير، يعني بيكون في كرستين بس على اليمين والشمال وفي إمكانية المرور من هون للقسم الخلفي. عم بحكي طبعا عن الفئات الثانية اللي مجهزة بمقاعد كابتن تشير، أنه بتأمن سهولة الوصول للمقاعد الخلفية، خاصة انه اللي حيقعدوا على المقاعد الخلفية صف المقاعد الثالث هن اطفال، ممكن بكل سهولة يمرقوا هون ضمن بحسوا مثل كأنه ممر لإلهم، كأنه ببيتهم عم يتنقلوا من القسم الامامي للقسم الخلفي، علما انه طبعا هذا الشيء ما لازم يصير، هي السيارة عم تمشي طبعا مشان السلامة. الملاحظ كمان او اكثر شيء مميز بهيدا الجيل من شيفروليه تاهو انه مستوى الجودة تقدم اضعاف نحو الامام. هذا الشيء مع سيارات جي ام بشكل عام بالفتره الاخيره، ولكن شيفروليه تاهو وصل الدور لها. جوده المواد المستخدمه هي افضل بكثير من اللي كان موجود قبل، واهم شيء انه ما في بقى ريحه الجلود الرديئه او ريحه الجلود اللي يمكن الرخيصه اللي كانت موجوده بالفئات اللي قبل او بالاجيال السابقه من شيفروليه تاهو. اللي صار كمان مع شيفروليه تاهو بجيل الاحدث هو انه صندوق التحميل الخلفي صار اكبر، وصار بيستوعب اكثر كميه اكبر من الامتعه، حتى لو كان صف المقاعد الثالث مثبت مكانه، حتى لو كانت السياره بالفول كاباسيتي تاعيته. على الطريق اول شيء بتلاحظوا على متن شيفروليه تاهو بجيل الاحدث هي مستويات الراحة العالية صارت تأمنها هذه السيارة، واللي أكيد أضافت للمستويات الراحة اللي كانت متوفرة بالأجيال السابقة. هذا الشيء بيتوفر لها من خلال نظام تعليق هوائي ومن خلال الجيل الأحدث من نظام ماجناتيك رايد كنترول اللي بيعمد لقراءة حالة الطريق أجزاء من الثانية بقى أجزاء من الثانية، ليعمد بالتالي لتعديل نسب الخمد بما يتناسب مع ظروف القيادة والطريقة اللي عم تتحرك فيها السيارة على الطريق وحالة الطريق اللي عم تمشي فوق السيارة. هذا شيء كمان بيلتقى مع مواد عالية الجودة على صعيد عزل الصوت الواصل إلى المكسورة، وبالتالي على الطرقات السريعة بتأمن لك هذه السيارة راحة. لا يمكن تصوير أوقات متطلبات تصوير بتفرض علينا أنه نكون عم نعاني شوي من ضجيج، أنه الكاميرات تلتقط أصوات ضجيج أكثر من يلي الإذن البشرية بتقدر تلتقطها، فبالتالي اعذرونا إذا كنتوا عم تحسوا في ضجة خلال التصوير، بس ولكن نحن على الطريق عم نتمتع بهدوء نسبي داخل المقصورة، طبعا بفضل المجهود الكبير اللي بذلته جنرال الموتورز بهذا المجال، واللي هن طبعا مهندسية صار عندهم خبرة طويلة بمجال يعني تأمين راحة سمعية داخل المقصورة.
بالإضافة لهالشي كمان محرك من 8 اسطوانات سعة 5.3 لتر بولد قوة 355 حصان، بينتقلوا بسلاسة نحو العجلات إما الأربعة بالفئات المجهزة بنظام دفع رباعي أو للعجلات الخلفية بالفئات المجهزة بنظام دفع خلفي بشكل حصري، من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من 10 نصب كمان سلسة بالطريقة اللي بتنتقل فيها من نسبة لنسبة ومن سرعة لسرعة. هذا الشيء كمان كله بيلعب دور لتأمين مستويات راحة بتناسب العيلة، لأن هذه السيارة موجهة متعددة الأغراض. يعني سيارة موجهة أول شيء للعيلة لتأمن لهم وسيلة نقل مريحة عملانية كبيرة وقوية بنفس الوقت، نفس الوقت لازم يكون عندها قدرات عالية باجتياز المناطق الصحراوية أو بالمناطق الوعرة. هالشي رح نختبره بعد شوي لما نوصل للمنطقة المحيطة بمنتجع المها. أكيد مع الجيل الأحدث من شيفروليه تاهو نحن ما جايين على الصحراء لنختبر إنه إذا هذه السيارة صار عندها قدرات لاجتياز مناطق الوعرة أو اجتياز الصحراء. طبعاً جيل الأحدث عم نختبره هلأ من شيفروليه تاهو هو وريث لأجيال وأجيال من مركبة دفع رباعي اللي كان عندها قدرات كتير عالية بخوض الصحراء، بس ولكن عم نشوف نحن مدى التطور اللي بتتمتع فيه هذه السيارة، خاصة إنه بعدها وفية لهندسة الجسم المثبت فوق هيكل يلي العديد من الصانعين عم بيستعيدوا عنا بالجسم الأحادي، اللي كمان عم بيأمن لسياراتهم قدرات عالية باجتياز الصحراء، بس ولكن شيفروليه فضلت انه تضل معتمدة هالتقنية هيدي اللي هي تعتبر بالنسبة لعديد من المهندسين او المراقبين هي الافضل للسيارات اللي عندها مهمة بخوض بالصحراء وخوض بالمناطق الوعرة، علما انه الهندسة الكلاسيكية او اذا بدكم الهندسة هي كلاسيكية بهذا المجال، بس ولكن مهندسي شيفروليه ما بخلوا عليها بأحدث ما توصلوا له بهذا المجال. وبالتالي إذا بدكم فينا نقول إنه شيفروليه تاهو 2021 بتمتع بالصيغة الأحدث لتقنية أو هندسة الجسم المركب فوق هيكل. مثل ما شايفين نحن هلأ عم نعبر بالصحراء بمناطق يعني ما عم كتير اكيد مش كتير عم نكون بشكل هجومي، بس ولكن شيفروليه تاهو عم تقدر تشق طريقه وسط الرمال بكل يسر وسهوله ومع مستويات كمان راحه بتضلها ضروريه بسياره من هالفئه.